دكتور عبد الهادي، يعني هذا التخوف مثار بشكل كبير، هذه الشرائح سوف تساعد الإنسان أم تتحكم في المخ البشري؟ الشرائح دي المفروض انها بتساعد الانسان. يعني نحاول بطريقه مبسطه نشرح ده. اولا دي مش اول مره يبقى في الفكر بتاع زرع شريحه في المخ. احنا ابتدينا الكلام ده من 1957 بالكوكليار امبلانت اللي هو بيساعد فاقد السمع على انه يسمع، و 1997 في مرض الرعاش اللي هو تنشيط الخلايا المخ عشان تحسين الحالة المرضية للباركنسونيزم مرض الرعاش. فدي مش جديدة. الجديد في دي حاجتين: أولا الطريقة النورالينك عاملين بيها الشريحة دي هي شريحة صغيرة جدا وما فيهاش أي بطاريات، وكمية الأسلاك اللي فيها، يعني التكنولوجي القديم كان بيبقى فيه 10 أسلاك مثلا، الشريحة دي دلوقتي واصلة لفوق 2000 سلك الكترود. الالكترودز دي حجمها زي ما ضيف حضرتك من القاهرة قال 1/10 من حجم شعر الإنسان، فدقيقة جدا، وعشان كده اللي بيعملها جراح بس باستخدام الروبوت الميكانة الإلكترونية. والشرايح دي الجديد فيها إن هي مش بتدي معلومات للمخ بس إن حرك العضلة دي أو اعمل كده، لا، دي بتسجل كمان أنشطة الخلايا العصبية. فهنتعلم حاجات كتيرة عن المخ الإنسان ما كناش عارفينها قبل كده. فدي الميزة بتاعت مش هتسجل، يعني الإنسان بيفكر في إيه، مش هتسجل ده إنه ممكن يستخدم ضد الإنسان، أو هي هتتحكم في مشاعر الإنسان، يعني ممكن تستخدم في علاج الأمراض النفسية والإحباط النفسي الدبريشن، ممكن تستخدم في علاج فقدان الذاكرة. فهيبقى فيها input، هيبقى فيها تأثير على المخ. إذا تحكمت في الذاكرة تعني أيضا أن هناك تخوف أن التحكم في المشاعر كما حضرتك ذكرت الآن من الناحية التكنولوجية، يعني ربما التحكم في الفكر، ربما قراءة الأفكار، ربما أيضا زرع بعض الأفكار. ده وارد، والمستقبل هو اللي هيحدد بالضبط المعلومات دي هتودينا لحد فين. إذن يمكن أن تستغل سياسياً أيضاً. ممكن، زي ما قلت حضرتك هي بتفتح باب جديد خالص، لسه المعلومات اللي عندنا محدودة، لأن التكنولوجي اللي عندنا قبل كده إن إحنا بنبعت رسائل للمخ عشان ننشطه. الشرايح دي هتبتدي تسجل الخلايا بتاعت المخ النشاط بتاعها ازاي. فاحنا عارفين ان مثلا مريض الاحباط النفسي بيبقى عنده مناطق معينه في المخ بيحصل فيها خمول، وده دلوقتي في علاجات وارده من غير ادويه بالموجات المغناطيسيه عشان تنشط مناطق معينه في مخ الانسان علشان تعالج الاحباط النفسي والدبريشن.